السلام عليكم الناس الكل، معكم مهدي الزبيري كالعادة. في الفيديو متاع اليوم باش ندخلوا لبارتي مهمة ياسر ونبداو نحكيو على الكالكول واللي هي باش يكون مركزين على أغلبية لي ديفوار. هاي نبداو توكل على الله. أول حاجة باش نحكيو عليها هي الشيما إيكيفالون دي لاندوي. بطبيعة في الحقيقة مش باش يصور لك معناها في المونتير أندوي ولا ستاتور ولا أي حاجة، مش باش يصوره لك 3 دي. بطبيعة باش يعطيك شيما إيكيفالون ولا سامبول، وأكثر من 80 ولا 90% مطالب أنت باش تعرف الشيما إيكيفالون دي لاندوي. معناها الشيما إيكيفالون هذا الشيما نتاعك لازم تكون حافظه. لكن قبل ما نحكيو على الشيما إيكيفالون خلينا نحكيو على السامبول. السامبول هذا هو السامبول نتاع لاندوي. اسمعني صحيح لنا مكتوبة ام، يمشيش في بالك انه الام يقصد بها هذايا كي ترى الشيما هذا، يمشي في بالك انه يحكي على السامبول نتاع الموتير الكل باللاندوي بالسطور نتاعو بهمه الكل. لا راهو يحكي كان على اللاندوي. هنصوروه من السامبول نتاع الموتير الكل كيفاش هذايا اي سامبول دي لاندوي او السامبول نتاع السطور بوبيناش. كان نحكيه بطبيعة على اكسيتاسيون سيباري مش ايمون برمانون. انا شققنا الشون هو بوبين، لنا نحكي على اي اكسيتاسيون، لنا نحكي على اي اكسيتاسيون. معناها هذا السامبول نتاع لاندوي. طاوش نمشي بعد السامبول نتاع لاندوي نحكيو على الشيما ايكيفالون دي لاندوي. هذا الشيما ايكيفالون دي لاندوي معناها لاندوي فوسطو نلقاو فما ريزيستونس انترن وفما او بريم اللي هي فورس كونتر الكتروموتريس، عباره على جينيراتور دي طونسيون موجود فوسط لاندوي، عباره خاطر هو اللي يخلي الفورس الشادي باش لاندوي يدور. باه او بريم هذه عندها زوز قواعد مهمين ياسر. اول قاعده من غير ما تحفظها نطلعها بالوادي ماي، معناها تنجم حتى كان ما حفظتهاش تنجم تطلعها بالوادي ماي، كان حفظتها هو بيها انك تربح الوقت مش خسر حتى شيء. ب الوادي ماي شنو يقول لك لنا؟ اي نمشي منه موان ار اي موان ار اي موان او بريم ايغال زيرو. شو معناها؟ معناها او بريم ايغال او موان ار اي. الاو بريم هذه جبتها لنا معناها اول قاعده نحط كولور روج باش نجم نكتبها لكم. او بريم ايغال او موان ار اي. عايشكم لنا كان نكتب لك ار تحط له ار، كان نكتب لك ار ا تحط له ار ا، كان نكتب لك ار اي حاجه صوريكش عبد يعني تصور له عبد. راهو في الباك صحيح بالحق الدفورات يجوا سهلين وكل شيء، لكن حتى في الفيزيك هذه الكلام هذايا، لكن الزلقه بفلقه راهم يحشوا طول غلطه لنا نقص لك في النوت راهو ما يرحمكش. معناها حتى في الدفورات نتاع وسط العام بداوا يدربوا انه الكلام اللي يحطوا لك ار ا الفا اي حاجه تكتبها له كيما عطاك عطاك حبل كتفوا به اخوي. باه او بريم او بريم عندها قاعده هذه نحفظها اللي هي grand n fois le flux fois petite n. le grand n هذه شنو هي؟ اللي هي نمبر دو كوندكتور. لا وريت لكم في الريال وقلت لكم ركزوا عليها، هذه نمبر دو كوندكتور. وين نحكيوا على الفلو؟ الفلو هذا اليونيتي نتاع اون ويب. مهم ياسر هذا الفلو انك تعرفوا شنو، خلف نفسره لكم هسه. الفلو هذا هو نسبه الشون اللي خلقها لنا الستاتور ونازله على الاندوي. نسبه الشون هذيك تتسمى الفلو. البيتيت ان هذه هي الفريكونس دي روتاسيون ولا الفيتاس دي روتاسيون. فيتاس دي روتاسيون ولا فريكونس دي روتاسيون بالله ما تدخلوهاش بعضها ما بين البيتيت ان والجروند ان، مشهم كيف كيف. راه ان هذه نمبر دي كوندكتور والبيتيت ان هذه فيتاس دي روتاسيون بعد السمع على الارض. باه طاو نتعداو البارتي مهمه ياسر اللي هي البيلون دي بويسونس. ريتو هذا البيلون دي بويسونس صدقني في الباك تنسى بطاقة التعريف نتاعك ما تنساش البيلون دي بويسونس هذايا نظرا للأهمية نتاعو، راه مهم 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 برشا. البيلون دي بويسونس باش نحكي على كا دال موتير ا اكسيتاسيون انديبوندون. معناها نحكي شكون يصنع لي لنا الشو مانيتيك؟ نحكي على بوبين، مش كيما موبين كيما ايمون. وانتو نشوف حتى الايمون خدمته لكم انتو نصنع له بعد بعد البوبين. باه ولنا جايب صولة وكل شيء تقولش عليها مرمى، هذا الكل باش نفسر لكم وان شاء الله توصل المعلومة. باه تخيل لنا عندنا 5 ايترات مي، ولنا عندنا بزي هذا البيلون سخايلو بزي، ولنا عندنا 3 ايترات. معناها من 5 ايترات وصلوا لنا 3 ايترات. وين مشاو زوج ايترات اخرين؟ 2 لتر الاخرين مشاو في شكل بيرت. خاطر علاش؟ خاطر البزي هذا منقوب. بطبيعه لنا في البيلون دي بويسونس مش باش نحكيو على ميش، نحكيو على بويسونس. باه اول بويسونس باش نحكيو عليها هي البويسونس ابسوربي بار الروتور. بويسونس ابسوربي بار الروتور ايغال او فوا اي، هذه البويسونس اللي يشربها الروتور. باتريش نحكيو على بويسونس ابسوربي بار ليكسيتاتور ولا بار ستاتور كيف كيف، اللي هي او اكسيتاسيون مينسكول فوا اي اكسيتاسيون كيما عطاني. لنا نلقى روحي عندي لي بويسونس ابسوربي توتال، بويسونس ابسوربي توتال ايغال او فوا اي بلس او اكسيتاسيون فوا اي اكسيتاسيون. ولنا اول بيرت نبداو بها بيرت جور في ستاتور اللي هي او اكسيتاسيون
فوا اي اكسيتاسيون، نفس هذه معناها نفس البويسونس اللي شربها الساتور خرجها الكل. طبعا عادي بدي تقول لك يشربها الكل خرجها الكل اللي يعمل فيها هو تكسير الراس وخسائر الفلوس. نقول لك انه هذايا خسائر الفلوس لنا كل شيء في سبيل ان نخلق شو مانيتيك. شو مانيتيك هذاك مهم ياسر باش لندوي دور، من غير شو ما يدورش الموديل. معنا خسرين لنا فلوس وكل شيء في سبيل هذا يضحي في سبيل شو به لنا البويسونس ابسوربي لا تفضل لي على الروتور شنو هي اي فوا اي خاطر عاودت نحات هذه الكل اي فوا اي نفسها هذه خاطر لنا البويسونس لا تشربت في الساتور خرجت كلها. بعد تاني نص البير جول في الروتور، البير جول في الروتور هذه عايشك تحفظها مهمه 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 ياسر ايغال ار اي او كاري هذه للحفظ بير جول ايغال ار اي او كاري تقعد لنا بويسونس به البويسونس تقعد لنا عندها برشا اسامي عندها سمعت نسميهم لكم نقول لكم انهم اكثر استعمال في التمارين باش ما نقعدش نكسركم في راسكم ياسر. تسمى بويسونس موتور ولا بويسونس ميكانيك توتال ولا بويسونس الكتريك اوتيل ولا بويسونس الكتروموتريس ولا بويسونس الكترومانيتيك مانيتيك. مي احنا اكثر واحد نستعملهم هما بويسونس الكتريك اوتيل وهما في الاكزرسيس تقوم على كلامي طرا في الاكزرسيس ولا بويسونس الكترومانيتيك هذوما اكثر واحد مستعملين. مي شنو هي النتيجه نتاعها هذه عندها ريزلتال البويسونس هذه اني تو كي نقص البويسونس ابسوربي روتوري ما هي هذه اكبر من هذه من البيرت كي لنا نعمل بويسونس ابسوربي في الروتور موال بيرت جول في الروتور شنو تطلع لي النتيجه ما تطلعليش او فوا اي موان ار اي او كاري شنو نطلع اي اون فاكتور تطلع لي او موان ار اي هذه ما ذكرناش في حاجه مش لنا طوطو مازلنا كريناها راه نرجو هواه الاو بريم اللي جبناها من الواديمال نفس الاو بريم معناها البويسونس الكتريك اوتيل هي نفسها او بريم فوا اي وهذه سادة او بريم فوا اي نفس الحكايه باه لنا نحكيو على بيرت كونستانت هذه البيرت حديدي بس في بعضه وفروتمون وكل شيء والبيرت اون دي كونستانت راهي في الحقيقه مش كونستانت مي احنا يا جماعه باش نقراوها كونستانت باش التيوريك نتاعنا معناها تمشي امورنا منظمه والنتائج نتاعنا تطلع واضح كان في التيوريك راه في الحقيقه مش كونستانت مي توما في النيفو نتاعكم تطاوش تقراو كونستانت البويسونس الكتريك اوتيل اللي نحيو منها البيرت كونستانت تقعد لنا البويسونس اوتيل اللي فاضيه على الموتور نتاعنا وهي اللي باش نستعملها بويسونس اوتيل اللي هي فاضيه على الموتور نتاعنا به لنا الباتالي البيلون هذا باش نقسمه لزوز بارتيات مهمين ياسر بارتي ما قبل البويسونس الكتريك اوتيل وبارتي ما بعد البويسونس الكتريك اوتيل كيما في التاريخ ما قبل الكتابه وما بعد الكتابه به هذه تتسمى انرجي ستاتيك ستاتيك وهذه تتسمى انرجي ديناميك انرجي ديناميك رتاش البارتي نتاع الانرجي ديناميك البارتي نتاع الانرجي ديناميك هذه نجمو نطبقوا عليها قاعده القاعده هذه لازم تساعد تكون عارفها وديجا تعرفها راك من الفيزيك اللي هي البي ايغالا تي فو اوميغا البي خلينا نحطها في قاعده مسيبها هذه مهمه 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 ياسر القاعده هذه البي اللي هي البويسونس هذه البي اللي هي البويسونس واللي نتاعها اون وات التي اللي هي الكوبل ولا المومون واللي نتاعها اون نيوتن متر والاوميغا هي الفيتاس انجيلير هذه تعرفها حتى في الفيزيك الفيتاس انجيلير فيتاس انجيلير واللي نتي نتاعها اون راد بار سيكوند راتس اون راد بار سيكوند به الفيتاس انجيلير هذه ماذا بيا نعمل عليها ريمارك خاطر توا تبداو تدخلوا بعضكم ما بين لا تقراو فيه لنا ولا تقراو فيه في الفيزيك خلينا نوضحها لكم انا الحكايه من توا فما زوز انواع تاع فيتاس انجيلير فما اوميغا هذه اللي تعرفها في الفيزيك اوميغا هذه فما اوميغا قريناها جديده هذه في الالكتريك به نحكي على فيتاس انجيلير الكتريك وفيتاس انجيلير ميكانيك فيتاس انجيلير الكتريك هي دو بي اف لان الاف نحكي على فريكونس الكتريك شو معناها فريكونس الكتريك به هذه اون هرتز فريكونس الكتريك ناخذ فريكونس الكتريك مثال ايغال مثال 100 هرتز فريكونس الكتريك ايغال 100 هرتز شو معناها 100 هرتز معناها الالكترون هذه هي بيريود تي شو معناها معناها الالكترون يعمل 100 بيريود في السيكوند الواحده الالكترون يعمل 100 بيريود في السيكوند الواحده بينما كي نحكي على اوميغا اللي هي فيتاس انجيلار ميكانيك نحكي على دي بي ان دي بي ان هذه فريكونس ميكانيك اللي هي الان شو معناها كنقولوا 50 تور بار سيكوند ما
معناها لاربرو موتير، لاربرو موتير تعمل 50 تور في السيكوندا. لنا فرقتوا ما بين فيتاس اونغيلير الكتريك وفيتاس اونغيلير ميكانيك. احنا طاو في الكتريك نقراو في فيتاس اونغيلير ميكانيك بوسك اربرو موتير تحكي دون، نحكيو على موتيرات على الميكانيك نحكي، مش نحكيو على لي زيلكترون. باه ان شاء الله تكون وضحت الفكره لنا. باه وتوت انرجي ديناميك ريت في... غنكتبها ميسالش في الانرجي ديناميك. كي نبدا نحكي في الانرجي ديناميك ديزولي كي نبدا نحكي في الانرجي ديناميك البي ايغال تي فو اوميغا القاعده هذه نجم نطبقها. معناها لنا عندنا بويسونس الكتريك اوتيل يساوي كوبل الكتريك اوتيل فو اوميغا، بويسونس اوتيل ايغال كوبل اوتيل فو اوميغا، بيرت كونستانت ايغال مش تي سي فو اوميغا تي بي عايشكم تي بي تي بي فو اوميغا. به توا نمشيو نحكيو على كان دا موتور ايمون بيرمانون. لان حكينا على الستاتور نتاعنا اللي شاصنا عندنا الشون، نحكيو على بوبيناج اكسيتاسيون ديبوندون، واش نحكيو على ايمون بيرمانون اللي شاصنا عندنا الشون ايمون. وهنا لنا مصوره الفلو اللي هو نسبه الشون مانيتيك هذه اللي حكينا عنها، نسبه الشون مانيتيك اللي نازله على الاندوي. به انا من الاول شو عملت لكم نفس الشيء ما حطيت لكم الاول، لكن باش تتبدل في حاجه. شنو هي الحاجه اللي باش تتبدل هنا؟ لنا حاطين انه الاندوي ياخذ من عندنا بويسونس معناها كورون كل شيء. اسكو لنا في الشيء اسمه هذا ايمون ياخذ من عندنا كورون، واش نحطوا له كورون؟ معناها ما فماش كورون، كي ما يخرج من عندي كورون مش باش يعمل بيرت، هذا يصنع الشون وكهو. معناها البارتي هذه كل شيء نحاها ما عادش موجود. انا خدت مست البارتي هذه ما عادش موجود، اش نفسخها؟ هذا هو الفرق الوحيد ما بين بيلون دي بويسونس هذا اللي كنا نقراو فيه والبيلون دي بويسونس هذا. نحي البارتي هذه معناها لنا لا فما لا خساره نتاع كورون لا فما لا تدخيل كورون لا حد شيء. ولنا نقعد نعاود في نفس الحاجه، هاي نعاودوه بسرعه مع بعضنا باش نعاودوا حتى نتذكروه. بويسونس ابسوربي في الروتور ايغال U فوا اي، لان U فوا اي هذه سادة نفسها بويسونس ابسوربي في الروتور U فوا اي ما تاثرتش بكل. لان نحكي على بير جول في الروتور ايغال R فوا اي او كاري. لان نحكي على بويسونس الكتريك اوتيل ولا بويسونس الكتروموتريس ولا الكترومانيتيك كما قلت لكم ايغال U بريم فوا اي، لان بيرت كونستانت تفضلنا على الارب بويسونس اوتيل. عطاو القايل يقول طاو هذه هاو هذه معناها لا خسائر كورون لا خسائر فلوس، علاش ما نستعملوش هذه كون حدو ديما باش يصنع لنا الشون؟ هو ذكي. نقول لك انك كان حاجتك ببويسونس اكبر لازمنا نستعملوا بوبين، البوبين تخول لنا ان نخرجوا بويسونس اكثر. معناها كان حاجتك باش تعمل تشتز حاجه اقوى ولا موتر اقوى نصنعوا بالبوبيناج. باه وهيك نكونوا كملنا الفيديو نتاع اليوم، ان شاء الله ما نسيت حتى شيء. الفيديو هذا طوال يزيد، خلي في الفيديو الجاي نبداو اول حاجه بالروندمون باش نكملوا بارتيات اخرين مهمين ياسر، حدك شو نوصل الكاركترستيك ان شاء الله. وفي اخر السيري هذه باش نعمل لكم معناها تمرين عن التمرين هاي ياسر، فيه الحوايج اللي شفناهم هذوما الكل حطوهم في تمرين باش معناها المعلومات تشدوا بلايصهم وامورنا تمشي منظمه. والسلام عليكم. كان عجبك الفيديو ما تنساش باش تعمل لايك وسبسكرايب وتنزل على الجرس. Just to be around you made it worth it. I dropped out, but you still said I'm perfect.